وينضم معنا من اسطنبول الدكتور يحيى الطائي مساعد الامين العام في هيئه علماء المسلمين للشؤون العامه. اهلا ومرحبا بك دكتور يحيى. بدايه وانطلاقا من حديث مسؤول القسم السياسي في هيئه علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري حول ما يجري في العراق اليوم، هذا الصراع الحالي الا يثبت ان رؤيه الهيئه كانت صحيحه عندما حذرت من هذه العمليه السياسيه ومخرجاتها بعد اعتمادها مفهوم المحاصصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أخي الكريم، يعني نحن منذ البداية قلنا أن المحاصصة الطائفية يعني خطر كبير على هذا البلد، لأن هذه المحاصصة الطائفية بمعناها العام بأنها أن المواطن سينزح من الهوية الأصلية إلى هوية فرعية، وضيق الولاءات دائما يوسع الصراعات، وهنا وهذا معناه انه هناك قتل للهويه الجامعه لاهل البلد الواحد، وتفت وايضا تفتح بابا للتدخلات الخارجيه لهذه الدوله او تلك، وايضا غياب مصلحه الوطن على مصلحه الفئه، وبالتالي كل الشرور ستدخل من هذا الباب. فاذا المحاصصه الطائفيه منذ عام 2003 الى الان ماذا جلبت لنا؟ على مستوى الداخل الويلات والخراب والدمار وتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي، وعلى المستوى الخارجي العراق أصبح مستباحا لكل الدول، وأصبح ساحة للصراعات ليس للعراقيين فيها لا ناقة ولا جمل. عندما تتحول الأمم المتحدة إلى شاهد زور كما أكدت الهيئة، كيف يمكن إذن محاسبة الميليشيات وقادة الأحزاب على الجرائم التي ارتكبوها؟ مع شديد الأسف أخي الكريم، يعني الأمم المتحدة الآن أصبح الملف حقوق الإنسان ملف سياسي بامتياز وليس ملف إنساني، بدليل الجرائم التي تفعل في العراق لو حدثت في أي مكان آخر لو قيمت الدنيا ولم تقعد. إلى الآن لا زالت يعني كثير من الجرائم ترتكب وبأبشع الصور وأمام مسوع وأنظار، وكلها موثقة بالصورة والصوت وبشهادات عيانية وبشهادات من الضحايا الذين تم اعتقالهم وخرجوا بعد ذلك، إضافة إلى كثير من الجرائم التي يعني أصبحت متواتر ما يحصل منها. إلى الآن لا زالت جثث ضحايا في الموصل، إلى الآن هذه الجثث المجهولة الهوية التي تخرج بين فينة وأخرى. فبالتالي مع شديد الأسف سكوت الأمم المتحدة على هكذا جرائم يعني يجعل هذه الميليشيات وغيرها من العصابات والقتل وغيرها تستفحل وتنتشر أكثر فأكثر. ولكن يعني لا بد من أن تكون هناك وقفة حقيقية للمنظمات الإنسانية أمام ما يحصل في العراق. طيب، ما مدى صدقية اللافتات التي رفعت في شوارع العاصمة بغداد والتي تدعو بالموت لأمريكا وللكيان الصهيوني؟ هل يعني العراقيين سيصدقون هذه الشعارات اليوم؟ لا، بالتأكيد أخي، العراقيون الآن بعد مرور ثلاثة يعني هذه السنوات كلها يعني عرفوا بأن الأساس الموجودين الآن يستخدمونهم هنا وهناك، ثم الموت لأمريكا وهذه من يرفع اللافتات، ثم الساسة، وهؤلاء الساسة من جاء بهم إلى الحكم في العراق؟ أليست أمريكا؟ من الذي وفر الغطاء الجوي للميليشيات عندما كانت يعني تذهب إلى صلاح الدين وإلى البوصل وغيرها وغيرها؟ أليس الطائرات الأمريكية وقوات التحالف وغيرها؟ كيف الموت لأمريكا وأمريكا هي من توفر الغطاء لهم، سواء الغطاء السياسي أو الغطاء العسكري؟ من يحمي العملية السياسية؟ أليست أمريكا؟ وهم يقولون أنها هي التي تحميها من الانهيار. انظر أخي، يعني الآن ارجع إلى تصريحات مثلا ستيفن تاوزن قائد قوات التحالف، إلى تصريحات ماثيو إيسلر قائد سلاح الجو، يعني في يعني هم يقولون هم من وفر الغطاء الجوي لهذه الميليشيات حتى يعني تذهب الى هذه المدن وغيرها. فهنا مع شديد الاسف نقولها، الذي قاتل مع الامريكان ضد المقاومه العراقيه لا يمكن ان يكون مقاوما. اما البندقيه التي تكون اليوم هنا وهناك فهذه بندقيه مستاجره وليست بندقيه مبدئيه. طيب، في ظل القصف الصهيوني لمعسكرات ومواقع الحشد ومع وجود ضوء أخضر أمريكي، يعني ما خطر هذا الصراع على العراق؟ هل هو صراع مبدئي فعلا أم هو صراع تخادمي أم صراع نفوذ؟ لا، هو بالتأكيد يعني أصل المشروع بين أمريكا والعراق هو تخادم في العراق، لكن الآن هو صراع على مساحات للنفوذ. الكل لا يريد معارك مفتوحة،
وهذه ما يحصل من قصف وغيرها هي مجرد يعني نقول شيء من عملية تحسين الوضع التفاوضي لهذا الطرف أو ذاك، لا أكثر ولا أقل، وإنما كلاهما متفقان، يعني لم تتفق كثير من الأمور تحصل في سوريا وفي اليمن وفي غيرها وفي غيرها، لكن إيران اختارت ساحة العراق للموقع الجيوستراتيجي للعراق، فجعلت من العراق ساحة للقتل والقتال، يعني المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي بالتأكيد، والمتضرر الوحيد هو العراق، لأن هذه ثروات العراق، هذه أرض العراق، هذه سماء العراق، فالعراق دخل في صراع، أو أساس الموجودين أدخلوا العراق في صراع ليس له فيه شيء. وقوف المجتمع الدولي إلى جانب هذه العملية السياسية، هل ينتفي مع عدم البحث عن آليات بديلة للمشروع الوطني يمكن سلوكها في تقديم بديل عن هذه العملية السياسية التي تدعمها إيران؟ ألا تعتقد أن العراقيين أو أن على العراقيين ألا يفقدوا الأمل؟ بالتأكيد يعني على العراقيين ألا يفقدوا الأمل، لأنه فعلا لا يمكن لهذا البلد أن يعيش بأمن وأمان في غياب هوية وطنية جامعة، لا يمكن للعراق أن يعيش في أمن وأمان في ظل محاصصة طائفية وظل عملية سياسية تجعل هذا المواطن درجة أولى وهذا المواطن درجة ثانية. الكل يدرك بأن هذه العملية السياسية على مدار السنة دائما تقف إلى يعني تصل إلى طريق مسدود، لكن المشكلة بأن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يقف أمام الإرادة الأمريكية التي ترى بأن قطار العملية السياسية يعني يسير ببطء وممكن تتحسن الأمور يعني شيئا فشيئا، ولكن كل هذه ادعاءات ليس لها على أرض الواقع نصيب، فبالتالي العملية السياسية هذه مهما طال الزمن بها لا يمكن أن تؤدي إلى مشروع وطني جامع ينعم فيه العراقيين بالأمن والأمان. الخيار الحقيقي والخيار الوحيد، وهذا ليس من باب التكهن وإنما هو هذا الأصل الحقيقي والقاعدة الصحيحة، بأن الأوطان تبنى على الهوية الوطنية الجامعة وليس على أساس الولاءات وعلى أساس ضيق الأفق. مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.